اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل صينيه سمك بالبطاطس والجزر، وهعمل لكم كده حشوه حلوه قوي للسمك، وهنعمل كمان رز بسمتي معاه، رز سمك برضه. تعالوا نشوف الاول مقادير السمك هتبقى ايه. معانا سمك بوري النهارده، شايفين انا جايباه بالحجم ده عشان هو الحجم ده بيبقى حلو قوي في الصينيه، ومنضفينه وشايلين كل حاجه جواه وفاتحينه من عند بطنه. وده بطاطس وجزر للحشو بقى، توم وفلفل احمر وطماطم وجزر وماستر ديجون وخل وليمون وبقدونس للزينه وللحشوه برده. والبهارات اللي هتبقى معانا جنزبيل وكمون وكزبره وبهارات سمك وزعتر ناشف. نخلط بس المكونات كلها مع بعض. هجيب الزيت هخلطها مع الزيت. هنجيب الزيت، يعني تقريبا ربع كوباية زيت، وهنبتدي نحط الثوم والفلفل والجزر. الجزر يعني بشوره، يعني قطعه صغنن قوي ورفعه زي ما انتم شايفينه كده. كل حاجه في الحشوه دي بتدي نكهه، الطماطم بتدي نكهه والجزر والفلفل، كل حاجه بتدي نكهه. الزيت فايدته ان هو بيمسك كل المكونات دي مع بعض، وهو مهم جدا على فكره. حتى لو ما حطيناش بنفس الكميه اللي انا حطيتها، بس نحط برده زيت، يعني ممكن نحط 3 معالق كده. لو مش عايزين تحطوا بالليمون كمان، بيدي كده يعني مزازه حلوه للسمك. وهنحط له شويه بقدونس ونبتدي نحط الجنزبيل، معلقه من كل حاجه، وكمون وكزبره زعتر بهارات السمك. كل الحاجات دي هنخلطها مع بعض كده، وطبعا ما ننساش الملح والفلفل. بس الحاجة دي كده هنا. نحط ملح وفلفل ونبتدي بقى نجيب الصينية بتاعتنا. اللي هحط لها زيت، ونبتدي نرص البطاطس والجزر. حلوة قوي، انا اصلا بحب الاكلة دي جدا في السمك. الجزر اصلا بيعسله وبيديله طعم حلو قوي، والبطاطس عشان فيها نشا بتنزل كده صوص، بتتقل الصوص بتاع السمك. نبتدي بقى نجيب سمكية. انا قصدت ان انا احط ننزل بس اي حاجة كده احطها هنا واتبلها هنا، عشان لو نزل اي صوص مفيش مشكلة. يعني
ابتدي احشي السمكه كده زي ما انتم شايفين، انا فتحاها كده من النص ومنضفاها كويس. وفتحاها كده فتحتين صغننين من هنا، ناخد التانية بقى. كده تمام، هحط بس شوية زيت من فوق الوش. وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة. ايه رأيكم نطلع فاصل عقبال ما السمك بتاعنا يستوي ونرجع نعمل الرز؟ اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، السمك طبعا لسه قدامه شوية. قلت نعمل الرز عقبال ما السمك يستوي. هنبقى محتاجين رز بسمتي وكركم وقرفة وورق لورا، كمون، زعفران، زبدة، والصوص بتاع السمك ده هنعمله برضو في الرز. هنحط الزبدة بتاعتنا، وبعد كده هنحط بقى البهارات والزعفران ورق اللورة والقرفة كله مع بعض والكمون، وهقلبه كويس، وبعدين هحط عليه الصوص ده واسيبه برضو يتشوح. هيطلع طعمه حلو قوي، انا عارفة هيعجبكم اصلا. نبتدي بقى نحط الصوص بتاعنا. نبتدي بقى احط عليه الميه واسيب الميه تغلي، انا اصلا الميه مغليه، وبعد كده هحط عليها الرز واسيبه لحد ما يستوي. عقبال اصلا ما الرز يستوي يكون كمان السمك استوى. نبتدي بقى نحط الميه، كوبايه رز بسمتي هحط عليها كوبايه ونص ميه. مش هحط ملح كتير لان انا اصلا حطيت ملح في الصوص، بس هحط معلقه كمان. نبتدي بقى نحط الرز. نبتدي بقى نحط، طبعا دول مش كوبايه رز، دول كوبايتين بس، انا هحط معيار كوبايه. نحط شويه كمان. انا حطيت كوبايه ونص رز لان حسيت ان انا حاطه الميه كتيره شويه. هنقلبه كده بقى ونسيبه لمده 20 دقيقه لحد ما يستوي. انتوا اصلا شفتوا انا عملته ازاي، عملته بطريقه جديده خالص. حطيت فيه الصوص بتاع السمك عشان حبيت ان نكهه السمك تبقى هي طعم الرز فيها، بطريقه جديده وسهله. في ناس كمان بيحطوا عليه صويا صوص، وممكن كنا حاطين عليه جمبري وكلماري كمان، بس انا حبيت يعني ناكل النهارده اكله خفيفه تبقى سمك كده خفيف. اصلا السمك ده بيبقى خفيف جدا في الاكل ومعاه الرز بالطريقه دي. هنشوف اصلا كمان هنقدمه ازاي.
نطلع بقى السمك. هنجيب حاجة نشيل بيها السمك. بالراحة اصلا قوي عشان ايه نعملها كده. اوبا تمام كده. نحط بقى البطاطس والجزر، نحطهم كده على الوش. نجيب بقى معلقة اسهل. نحط بطاطسايه كمان. ونجيب بقى شويه البقدونس ده، نحطه كده على ديل السمكه. وكده يبقى النهارده عملنا رز السمك اللي هو عملناه بالصوص اللي حشينا بيه السمك، وعملنا كمان السمك البوري بالطريقه السهله اللي انتوا شفتوها دي بالزيت والخضار. عملنا الخضار بطاطس ورز وحشيناها بالبهارات والاعشاب والخضار والطماطم والجزر. طعمه هيطلع حلو قوي ان شاء الله. اعملوه وجربوه واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.